شفت ثلاثة خاص بالمنتل كونشنس، دواء النفسية فيها دواء بتتعامل معاها دايما، دواء السعر التدريب الدواء اللي عمليات الرياضية بتتعامل عليها بسرعة وبسهولة، اللي متعودين عليها الاكسبسيادي والصايم والصايم والبي والبين والدواء دي هي دواء المنتري. هنحاول ندرسها من ناحية إن إحنا نعرف تعريفها وخواصها. الخواص الرياضية الموجودة معانا ولا لأ؟ هنلاقي في الغالب الخواص الرياضية الموجودة معانا بالإضافة لخواص تانية جديدة تخص دواء الغير مركب. أعرف عن الخواص دي، وأهم شيء إن إحنا نطبق شابتر ثلاثة اللي اتعلمناها شابتر واحد واثنين. إن والله قلنا كذا طبيعي هنا تشكل فلان كذا عشان كذا، فإحنا كل اللي إحنا درسناه في شابتر واحد واثنين تقريبا هيتطبق على الدواء الموجود في شابتر ثلاثة، بالإضافة إنها هنستخدمها بعد كده في التكامل وفي الفك بتاع السيريز وفي الريزيد وفي الحاجات دي، هيبقى إحنا كده في نهاية شابتر ثلاثة خلصنا تقريبا الأساس بتاع الكومبلكس أناليسيس، وبدنا في شوية تطبيقات اللي هم يهمونا أو نعرف ندخلهم بعض خواص الدواء أو نعرف نكامل أو إلى آخره. فيعني شابتر ثلاثة مهم من الناحية دي، تطبيق على اللي فات وبرضه فرشة للكلام اللي جاي. طبعا فيه تغيير في بعض السكاشن بالنسبه للمعدين، حركنا المعدين شمال يمين والمصلحه العامه مش لاي حاجه ثانيه. يعني ده وارد وبيحصل احيانا انه بنحتاج ندعم اتجاه معين، في المعدين سافروا، في المعدين تعيينوا، في كذا في كذا، فده شيء وارد. يعني التغيير اللي حصل مجرد عمليه تنظيميه في القسم، بالاضافه ان احنا بتظبط العمليه التعليميه بحيث ان احنا نشوف افضل الخيارات نتبعها، له عيب في حد ولا خطر في حد ولا اي حاجه. حتى احيانا اعضاء التدريس بيتغيروا، اعضاء التدريس حصل له ظروف جات سفريه جاله مؤتمر جاله كذا جاله كذا، فبنقول للزميل الثاني من فضلك روح درس الدفعه دي علشان حصل ظروف للزميل كذا كذا كذا، فبيحصل التغيير سواء على مستوى الدكاتره او الاساتذه او المعيدين، فده شيء طبيعي. عشان تتقبلها في الجامعه لو حصل بعض التغيير. طيب احنا عاوزين نشوف الامام فانكشنز، عاوزين نعرف ايه اهم شيء. ان احنا لما درسناها في الريال اناليسيس كانوا حاجات كده مالهاش دعوه ببعض، الشاين مالهاش دعوه بالساين اللي معرفش ايه، الاكسبنشن فانكشن مالهاش دعوه بالساين، الحاجات دي هنشوف دلوقتي في الكومبلكس انهم ايه قرايب عيله واحده كلهم لهم علاقه ببعض سواء مباشره او غير مباشره، لكن كل الدواء الاليمنتري تقريبا لها علاقه ببعض. بمعنى ايه؟ بالمعنى الايه؟ في عندنا داله بحب اسميها الداله الام اللي هي بتولد كل الدواء، كل الدواء لها علاقه بشكل او باخر. الداله اي اس زد برضه معكوسها بشكل ما يطلع الليزر، بشكل ما لها علاقه بالدواء السجل. ليه هي ناس تقول ايوه هي معكوس اي اس زد، وانا تقول لا هي مش معكوس اي اس زد، بس على الاقل في ايه؟ شبهه كده ان هما مرتبطين مع بعض من خلال المعكوس، دي عكس كده. جميل. طيب الدالتين دول لو انا عندي الداله واعتبرت ان هي عكسها هنقدر نستخدمهم في حاله معينه؟ اه، في تعريف الداله قصين قص العام، زد قص الفا. الدالتين دول بيستخدموا في تعريف زد قص الفا، حيث الفا اي عدد كومبلكس، ممكن يكون عدد حقيقي، ممكن يكون عدد انتجر، ممكن يكون عدد كاسل، ممكن يكون عدد كومبلكس. والحاله العامه زد اس الفا بنعرفها عن طريق الدالتين دول، وبناخد الكيو اس زد نعرف بيها التريجنومتري فانكشن الساين والكوساين وبيت المجموعه، يعني بنستخدمها في تعريف الساين زد والدوال الاخرى. وبناخد الكيو اس زد نعرف دوال الزائديه، يعني نقدر نقول هنا كده تريجنومتري فانكشن، وهنا الهيدروليك فانكشن اللي هي الدوال الزائدية. نعرف الدوال الزائدية عن طريق اليوس زد اللي هي الشراير زد والمجموعة كل الدوال، واعرف عن طريق اليوس زد. يبقى اذا اليوس زد ممكن اعرف عن طريقها الهيدروليك فانكشن والهيدروليك فانكشن، اللي هما الاثنين دول علاقة ببعض، هما الاثنين قرايب، يعني معلومات كده زي الريال دي حاجة ودي حاجة تانية خالص، لا في علاقة هنزيدها بعد كده، دي بتساوي دي لأي معامل. جميل. ونيجي بقى للناحية التانية، الناحية التانية هناخد اللينزل نعرف بيها ايه؟ طالما اللينزل معكوس اليوس زد
يبقى اكيد الدوال المثلثيه العكسيه اعرف عن طريق مين؟ عن طريق اللين. يبقى انا بستخدمها عشان اعرف الانفيرس لوجاريتمك فانكشن زي الساين ماينس 1 زد والمجموعه بتاعتها. جميل. وبنستخدم نفس الداله اللي هي اللين عشان اعرف الانفيرس لوجاريتمك فانكشن اللي هي الساين ماينس 1 زد والمجموعه بتاعتها. هي دي الانتر فانكشن بالتحديد هم دول. وزي ما انت شايف مرتبطين ببعض بشكل ما، يا اما ارتباط مباشر يا اما ارتباط غير مباشر. زي ما شايفين انهم طالعين من الداله دي اس زد اهم داله. داله بندرسها كويس عشان لو عرفنا خواصها كويس نعرف خواص المجموعه كلها الى حد بعيد. طيب احنا في كل الدوال دي بنعمل ايه؟ بنعمل الاتي. الداله لها تعريف وتعريف واحد بنستخدمه علشان نثبت الخواص بتاعتها او نحل المسائل بتاعتها. طب ما انا لما اخد الخواص انا ممكن اعتبر خاصيه منهم تعريف. لا، بعض الناس بيزعلوا من الحكايه دي. يقول لك التعريف تعريف. لما اجي اثبت خواص او اشتغل في الداله دي او احل مسائل عليها استخدم التعريف في الحل او في الاثبات. والخواص خواص بنعمل بها ايه؟ بناخد بالنا واحنا بنحل المسائل نلاقي الخواص تتطبق او الخواص دي استخدمها علشان اوصل للي انا عايزه من المعطيات اللي بديها لي. وبالتالي الخواص ما ينفعش الخاصيه منهم استخدمها كتعريف الا لما اقول لك والله يعني الخاصيه دي بعض الناس بتعتبرها تعريف فممكن تستخدمها في اثبات الخواص الثانيه ودي حاله قليله قوي وهنتعرف عليها واحده واحده. واحنا في الحاله تقول لك ايوه دي كذا ودي كذا. جميل. يبقى اذا هيبقى الداله الايمنت التعريف والخواص وامثله اتفرج عليها. كل الدوال كده كل الدوال كده. كده نبقى اتعرفنا على الدوال ونعرف نظبطها هي انتاير هي اناليتيك ديفرنشال بس هي متصله بس هي ايه؟ نعرف خواص الدوال دي عشان لما نيجي في التكامل نبقى على طول الداله اللي قدامنا احنا عارفين هي ايه ونكمل على طول او نفضل على طول او نشوف شغل. ماشي حال؟ نبدا باول داله واهم داله هي الاكسبوننشال فانكشن. شوف هندرسها ازاي وناخد بالنا من كل الدوال اللي بعد كده هندرسها كده. قالوا والله احنا عندنا خواص كتير ما
هتيجي نشوف ايه علاقة الدالة اي اس زد بالدالة اي اس اكس بتاعت زمان. العلاقة دي نعرفها لما نحط ارقام خاصة بالزد. فلو قلنا مثلا اف واي تساوي زيرو، هحط واي تساوي زيرو، يبقى الاي اس زد جدار هتساوي ايه؟ او هتتحول لاي اس اكس، ركز، اي اس اكس وساين زيرو كل يوم بتاعك كل حاجه ساين زيرو زي الاي ساين بواحد، يبقى الاي اس زد تتحول لاي اس اكس. ليه الاي اس اكس بتاعتي بتاع زمان؟ هي ايه؟ عباره عن ايه؟ الريال اكسبوننشال فانكشن. جميل. طب يا ترى لو حطيت اكس بتساوي زيرو الاي اس زد تتحول لاي اس اي 1 بل اكس زيرو، ده اللي هي ايه؟ اللي هي عباره عن كوساين واي زائد اي ساين واي. عرفت مين دي؟ اويلر. طب ولو حطيت اكس بتساوي زيرو وواي بتساوي زيرو يديني اي اس زيرو اللي هي هتبقى كام؟ واحد. ها؟ اي اس زيرو وساين زيرو زائد اي ساين زيرو واحد. يبقى ليه صفر في الحاله دي بواحد زي زمان زي نقول اي اس اكس عن الزيرو في مثلا كام؟ واحد. جميل. عمليه تعويض عاديه ما فيش فيها جديد. طيب امال فين حكايه شابتر واحد واللي خدناه في شابتر واحد هنطبقه وشابتر اثنين هنطبقه وكده؟ اه تعالى نشوف مجموعه الفاصل. المجموعة الثانية. احنا خدنا في شابتر واحد المقياس والساعة والكونجيجيت. بعد خدنا في شابتر واحد. طب يا ترى مقياس اي اس زد هتساوي ايه؟ اه انا هجيب المقياس بتاع الكلام ده، ركز. اليو بتاعتها اي اس اكس كوساين 1 كده؟ طب ده ليه؟ صح؟ والجزء الثاني عباره عن ايه؟ اي اس اكس ساين 1. لما اجيب الجزء التربيع للطرفين يبقى اي اس 2 اكس وساين التربيع زائد ساين التربيع بكام؟ 1. جزء اي اس 2 اكس بكام؟ اي اس اكس. اي اس اكس. اه طب ما هو ده يمشي كمان مع لما كنت احطها اي اس اكس في اي اس اي واي مع اي او ثابت اي اس اي في ريال نمبر او ريال نمبر اي اس اي ريال نمبر. الريال نمبر اللي قدامي دي عباره عن ايه؟ عن المقياس اللي هو اي اس اكس. تمام كده؟ واستنتج من هنا حاجه سريعه. فين النقط اللي الاي اس زد تساوي صفر عندها؟ تساوي صفر فين؟ بس هو صفر الابد. العدد المركب يساوي زيرو لو الار بتاعته بزيرو، ما دورش على حاجه ثانيه. عند الزيرو الزاويه مش ايه؟ مش معرفه. شفنا على كده كده؟ العمود في الزيرو ولا لما لا نهايه؟ زي غير المعروف، لكن نقطة الزيرو الار بتاعت لما زيرو كام؟ زيرو، والار بتاع نقطة لما نهاية لما نهاية. فلو قال لك اثبت ان القيمة دي تساوي زيرو دور على المقياس على طول، مالكش دعوة بحاجة تانية. يبقى المقياس بيساوي زيرو. امتى ده؟ يساوي زيرو الاي اس اكس اللي عارفينها من زمان لا يمكن تساوي زيرو لأي اكس، ده هي بتقول للزيرو لما اكس تروح لفين؟ سالب ما نهاية. برافو. يبقى هنا اي اس زد لا تساوي زيرو ايفري عند اي نقطه ما تساويش زيرو. طيب اذا كان كده ما تقول لنا كمان بالمره الارجمنت بتاع الاي اس زد بيساوي ايه؟ اه ما احنا قلنا التغيير بتاعهم اي اس زد بيساوي اي اس اكس اي اس اي واي. اذا كانت الاي اس اكس هي المقياس يبقى كده الارجمنت هي ايه؟ بس ده قيمه واحده. اما المفروض اتنين كيلو بايت من عندي بقى. تمام؟ يبقى الارجمنت بتاع الاي اس زد هي عباره عن واي زائد 2 كي بايت. الكي بيساوي زيرو زائد او ناقص واحد زائد او ناقص اثنين من المرة النهائي. طب ليه ما قلتهاش الارجمنت من ايه كابتن؟ وتبقى بيساوي واي وخلاص وتبقى قيمه واحده. ليه؟
عندنا قيم منهم الواحده بين الناقص باي والايه والباي، اخذها من ارجمنت الايه كابيتال، تطلع هي الواي والله وارد احيانا تطلع حاجه غير الواي، اه برضه ماشي ما لناش حاجه لان الارجمنت عارف حساب لازم تبقى بين ايه؟ بين ناقص باي وباي، لكن الواي دي ممكن تبقى اي حاجه. بص انت الارجمنت ده اه تمام كده، هفترض ان انت بتديني يا باشمهندس زد بيساوي واحد زائد اي في 10 بار. قلت لك هات الارجمنت بتاع الزد دي بالايه كده؟ تطلع 10 بار؟ تطلع 10 بار؟ ليه كده؟ لا طبعا. لا. ده انا هنا قلت ايه؟ ها ارجمنت زد باسمه عباره عن ايه؟ تم ماينس 1 ما اعرفش ايه على ايه؟ طب ما ما ناخدها كده عشان ما نرجعش دماغنا. كده اي في 10 فرق؟ لا ما فرقش. لا. حاول نفس لو انا خدت زد اي بص اي 10 ده انا كمان اهي. الارض هذا كام؟ واحد. والارجمنت بالايه كابيتال؟ لسه؟ لكن اعرف اجيب الارجمنت اسمه عباره عن ايه؟ عباره عن 10 باي زائد 2 كي باي صح؟ هي دي واحده من الارجمنت اسمه ما تنفعش بالايه كابيتال ليه؟ لانها مش في المنطقه بتاعتي مش في ناقص باي دي باي صح كده؟ لكن تنفع واحده من الارجمنت اسمه فانا على طول اجهز نفسي اقول الارجمنت بتاع الزد دي بالاسمه هي بتعمل كلها. طب انت عايز بقى بالايه كابيتال؟ اخد القيمه اللي هنا اللي بين الناقص باي وواي ده ما طلعتش دي اه ما طلعتش دي طبعا طبيعي لان دي ما هيش علاج بتاع الارض دي كده واضحه؟ ده اللي انا اقصده هنا انه هنا بتقول واي زائد 2 كي واي تطلع دي عاوز بالايه كابيتال تشوف القيمه منهم بقى اللي بين الناقص باي وواي تاخدها وتقول هي الارض دي كده. اه علشان عدد مركب يو اس زد يو اس بتاع المركب يساوي زيرو لازم المقياس بتاعه يساوي زيرو. واحنا قلنا المقياس بتاع اليو اس زد عباره عن ايه؟ يو اس اكس. طب امتى دي تساوي زيرو؟ تساوي زيرو مش كده؟ وعشان كده اليو اس زد كميه مركبه لا يمكن تساوي زيرو عند اي نقطه في المساواه المركبه. ماشي حد؟ واضحه؟ جميل. خدنا ايه كمان؟ وخدنا اليو اس زد لو عايز تجيب الكونجيت بتاعها. هل ده يمشي مع الاي اس زد كونجيت؟ اه يمشي مع الاي اس زد. وخدنا ايه كمان؟ وخدنا العمليات الحسابيه ضرب وجمع وطرح واسم. طب ناخد منهم فين؟ اولا ناخد العمليات سهل التطبيق لحط الدم ده اللي جاي هنعمل كده واللي هنستخدمها بعد كده تمام؟ فنقول مثلا يا ترى لو ضربنا اي اس زد 1 في الاي اس زد 2 يا ترى ده يساوي ايه؟ هل يمشي زي زمان؟ اي زد 1 زائد زد 2 اه هو نفس الكلام اي زد 1 زائد زد 2 ولو قلنا اي اس زد 1 على اي اس زد 2 هيساوي اي اس زد 1 ناقص زد 2 كلام زي كلام زمان والدنيا ماشيه ومفيش فيها مشكله. طيب هو في حاجه ثانيه؟ طيب نشوف كده بقى في شابتر 2 جايز نلاقي حاجه. دلوقتي اخبارها ايه؟ سنجل فاليود ولا لا؟ وهل قبل التفاضل ولا لا؟ وفين؟ وهل هي انتاير ولا لا؟ الحاجات بتاع شابتر مين؟ 2 نحاول نطبقها ايه؟ نشوف كده. نعم. نبدا نشوف حاجات شابتر 2 يا ترى الاي اس زد ركز الاي اس زد سنجل فاليد ولا لا؟ فاكر الكلام اللي بدا فيه شابتر 2 اه سنجل فاليد سنجل فاليد اه هي زي الزد تربيع والزد تكعيب وخلافه اي زد ها اي اس اي حاجه اي اس الريال وصير زي الايسر خلص
سجن واحد سجن البلد. طب من ناحية التفاضل هي دي أستاذين قبل التفاضل فين؟ على كل المستوى المركب مدرسة كان دلوقتي عمال يفيدها ازاي؟ يبقى دي انتاير فانكشن. ايه بقى كل الكلام ده؟ كلام يعني سواء من قديم قوي او من شابتر واحد واثنين. طيب قبل ما نزود ماشي لو اقول لك اثبت لي علاقه زي دي او حاجه زي دي لازم تمثل. قبل ما اقول لك الاول عاوز اشوف في اس زد انتاير فانكشن قد الجزء افك الفشل يعني افك الزد واطبق بالظبط اجيب اليو والفي واشوف شيرين بتقول ايه والدنيا ماشيه ازاي. طيب اليو اس زد هتساوي ايه؟ اي اس اكس وساين واي زائد واي اي اس اكس ساين واي. انا كده فكيت عشان يبقى ليا المجال. طيب حلو يبقى اليو بيساوي اي اس اكس وساين واي والبي بيساوي اي اس اكس ساين واي. تمام ده متصله تمام ما عنديش مشاكل في الاتصال. اجيب المشتقات يو اكس ويو واي. يا ترى اليو اكس عباره عن ايه؟ يو اس اكس وساين واي. يو اس اكس وساين واي. طب واليو واي؟ سالب يو اس اكس ساين واي. الناحيه الثانيه البي اكس عباره يو اس اكس ساين واي برضه والبي واي بتساوي يو اس اكس ها؟ ايه انت ده يساوي ده؟ لا هم متصلين متصلين ها؟ انت ده يساوي ده؟ مظبوط عندنا نقطه. انت ده يساوي ناقص ده؟ على طول. يبقى اذا المشتقات الجزئيه والدوال متصله وشوك وشوك في كل مكان يبقى الداله طبعا في كل مكان تبقى خلاص. طيب هي دي الاثبات بتاعتنا فاحنا عملناها نفس الكلام بتاع شطر اثنين هو اللي احنا خدناه مراجعه. احنا بس بنطبقها على دلتي احنا ما عشان كده وعرفنا ان دي وسادات طيب مش حاجة جميل. طب انا عاوز اثبت دي. طب اثبتها ازاي؟ وخد بالك من الحته دي هو بيبقى عاوز يعمل شيك عليك في حاجه معينه. هل اي اس زد 1 في اي اس زد 2 يساوي اي اس زد 1 زائد زد 2؟ المفروض خلاص تقول كده اسم امر الاتي دي اجيبها من التعريف اللي هو عباره عن ايه؟ افترض ان زد 1 اكس 1 زائد اي واي 1 وبالتالي تبقى اي اس اكس 1 كوساين واي 1 زائد اي ساين واي 1 كويس وما اقدرش اعمل غير كده ولو عملتها اي اس اكس 1 زائد اي واي 1 في اس اكس 2 زائد اي واي 2 وجمعت الاسس مش هيديك حاجه لانك بنسبه خاصيه ما استخدمهاش انا كده استخدمتها فلما اجي اثبتها اثبتها باستخدام غير نفس الخاصيه اللي بثبتها تمام؟ ها اضرب ايه بقى؟ الاي اس زد 2 ركز يبقى اي اس اكس 2 كوساين واي 2 زائد اي ساين واي 2 متشكلين كده انا خلاص رجعت للمجال اللي انا عارفه. والله هو الضرب الابدالي يعني ابدل الاقواس مع بعضها ما يجراش حاجه على الترتيب ما يجراش فيها حاجه. في الحاله دي بقى اقول اي اي اس ايه؟ لما جيت اجيب دي جنب دي بقى اي اس حاجه ريال في اي اس حاجه ريال انا عارف ان الاي بتاع ريال بجمع الاسس اللي انا عاوز اثبتها لها في الكومبلكس بقى ما ينفعش استخدمها في الكومبلكس لكن ينفع استخدمها في الريال لان عارفها من زمان. يبقى اي اس اكس 1 زائد اكس 2 متشكلين وبعدين القوسين دول بقى قوسين كومبلكس يتضربوا ببعض بقواعد الضرب الاول في الاول والثاني في الثاني بالشرع سالب واي تربيع يعني واظبط نفسي هيطلع ايه؟ هيطلع الاتي الجزء الريال كوساين واي 1 كوساين واي 2 ناقص ساين واي 1 ساين واي 2 شكل ده الجزء اللي مفيش فيه زائد اي
ساين واي واحد كوساين واي اثنين زائد كوساين واي واحد ساين واي اثنين. طب ما هي دي عباره عن ايه؟ ها؟ كوساين واي واحد زائد واي اثنين. كوساين واي واحد زائد واي اثنين. يبقى كوساين واي واحد زائد واي اثنين. طب ودي؟ ساين واي واحد. ساين واي واحد زائد واي اثنين. ساين واي واحد زائد واي اثنين. يعني وكأني بقول اي اس اكس واحد زائد اكس اثنين، ها؟ رجع من زمان. في اي اس اي واي واحد زائد واي اثنين يساوي اي اس زد واحد زائد زد اثنين. هو ده الاثبات، قال الاثبات. ولو عملت غير كده ما يبقالوش منه. ليه؟ لان رجعت كل الشغل للكلام بتاع زمان، اللي هو يا اما الايه ريال جمع اس عالي، يا اما بضرب كومبلكس مع بعض. بس لكن اقول له اي اس اكس واحد زائد اي واي واحد بي اس اكس اثنين زائد اي واي اثنين واجمع الاسس، لان انا عاوز اثبت ايه اصلا؟ ده اللي بثبت، ده اللي بثبت انه ينفع كده في الكومبلكس. ماشي الحال؟ وكل الكلام بقى اللي بعد كده وقبل كده اثبت ايه ايه زي ما انت شايف كده، كله من التعريف وشويه شغل جبر وشويه شغل هندسه تعريفيه وبتاع ومثلثات، يطلع لك كل المطلوب. عاوزين بقى نشوف ايه الحاجه الغريبه في الاي اس زد اللي ما هياش هناك، طلعت بريودك فانكشن. يعني الاي اس زد ده زيها زي الساين والكوساين والتان والتوالي في الكومبلكس. طب ما قالولناش كده زمان ليه؟ لان الدنيا التخيليه بتوع الكومبلكس بيشوفوها، لكن بتوع الريال ما يشوفش اي حاجه تخيليه. تمام؟ جميل. طب اثبت لنا بقى الحكايه دي. الخاصيه الغريبه والوحيده اللي احنا شفناها دلوقتي انه الداله دي بيريودك والبيريود بتاعتها 2 باي ار. يبقى عندنا اي اس زد بيريودك والبيريود بتساوي 2 باي اي. مش هتبقى اللي ايه؟ دي البيريود التخيليه، عشان كده الناس مش واخده بالها. طب ايه او اعرف منين البيريود او تعريفها ايه؟ لو اف اوف اكس ساوت اف اوف اكس زائد البيريود، وده على طول يعني عند اي اكس تبقى على طول الداله دي بيريودك والبيريود بتاعتها كام؟ مين اقدر اطبق الحكايه دي؟ قالوا والله هنشوف. يا ترى اي اس زد زائد البيريود مثلا هتبقى عباره عن اي اس اكس زائد اي واي زائد 2 باي. ها؟ لان البيريود باي 2 باي. لما احط هنا اي 2 باي والاي واي خدت الاي المشترك الاكس زي ما هي. طيب بالتعريف ده عباره عن ايه؟ عن اي اس اكس كوساين واي زائد 2 باي زائد اي ساين واي زائد 2 باي. طب ما ال 2 باي هنا مالهاش لازمه وال 2 باي هنا مالهاش لازمه. يبقى اذا الكلام ده عباره عن اي اس اكس ساين واي زائد اي ساين واي اللي هو تعريف الاي اس زد. يبقى اي اس زد زائد البيريود اللي انا اعتبرتها اي في 2 باي طلعت نفسها اي اس زد. يبقى ده اللي بيريود البيريود 2 باي اي. ايه معناها بقى؟ معناها ان لو جيت في المستوى المركب فتلاقيه مهمه وبتعلمنا اشكالات كتير. اجي المستوى المركب اكس واي واخد خط راسي وليكن محور واي، يا ترى لو جيت عند النقطه دي اللي هي ايه؟ س
سالب بار. وجبت تي اس زد عندها. وجبت النقطة دي اللي هي عبارة عن ايه؟ بار. وجبت اي اس زد عندها. يتساوي؟ بالظبط. هي بريودك زي الساين والكوساين. ها؟ عند اي نقطة حجم عليها 2 باي الساين زي ما هي. وهكذا. بس انا بتحرك راسي هنا ليه؟ لان البريود تخيلية. طيب ولو هنا عند ناقص 3 بار وهنا عند 3 بار برضه الخيط تتطبق؟ يعني لو مشيت راس كل 2 بار مش هتجيب. سؤال، طب لو انا مشيت فوق كده ومشيت افق كده كل قيمه هنا تساوي اللي هنا واللي هنا تساوي اللي هنا ودي اس زد على بعض والنقطه دي تساوي النقطه دي وهكذا. ها مش كده؟ لو جبت قيم الاي اس زد في المنطقه دي بالكامل ناقص من الهايه زائد من الهايه تجيب لي كل قيم اي اس زد. كل قيم اي اس زد بتجيب لي المتكلمين واللي فوق دي يبقوا زيهم بالظبط والاثنين باي اللي فوقهم يبقوا زيهم بالظبط واللي فوقهم يبقوا زيهم بالظبط مليون واللي تحت نفس الكلام. فهم مختارين الحته دي وسموها فاندمنتال ريجون للداتا اي اس زد المنطقه الاساسيه بتاعت الداتا اي اس زد اللي فيها كل قيم الداتا اي اس زد. واللي لو اشتغلت عليها اطلع كل قيم اطلعها في اي حته بس عاوز عند النقطه دي هي بتساوي الكلام ده فين تاني اجمع 2 باي او اطلع 2 باي. طب اشمعنى دي؟ انا والله في اللي عاوز حته يختارها يعني واحد يقول لك انا هاخد حته 2 باي تبدا من الزيرو ماشي يا عم اخد كذا بس هم اتفقوا ان دي هنسميها الفاندمنتال بتاعه الكتب هي دي. يبقى الفاندمنتال ريجون اوف اي اس زد هي المنطقه اللي فيها واي اكبر من او يساوي سالب واي واقل من باي. اشمعنى اللي يساوي هنا؟ احنا ماشيين ورا يعني انقل هنا بيساوي بس ما سميهاش فاندمنتال ريجن هي صح كل كل حاجه. المهم الخط ده ما اتكررش تاني يا تاخده تحت يا تاخده فين؟ يعني واحد منهم منقط بس وتبقى دي الريجن اللي هي الفاندمنتال بتاع داله دي اس 6 وتعرف ان هي بتكرر فوق وتحت والدنيا ماشيه. واضح يا شباب؟ ها؟ وبريودك معناها عند اي خط راس حطيت صابع على نقطه فيه جبت قيمه الداله عندها اطلع 2 باي او 4 باي او 6 باي الاقي نفس القيمه تطلع تعود النقط دي او اللي تحت نفس القيمه. ده معنى باليونت بالنسبه للداله يوسف. لو حد عايز اي اسئله في الجزء ده يسال باشمهندس. دكتور هو ناتج العدد ده امثله على تمام. شكرا يا باشمهندس كلام جميل. يا شباب في عندنا مستويين مستوى زي المستوى ده زي ما قلنا قبل كده الدبليو بالهير وهنا سيت جميل. هو الفاندمنتال ستيب اللي احنا شرحناها من شويه اللي هي سيت بلين ركز اللي هي دي تروح فين؟ تملى لي دبليو بلين بالكامل كله لان كل قيم دي اس زد موجوده هنا تمام؟ يبقى انا لو خدت نقطه مثلا الزيرو في المنطقه دي وعوضت بيها بالاي اس زد تطلع فين؟ ها؟ واحد يعني هنا في الدبليو بي عند نقطه واحد. طب ولو خدت النقطه دي وعوضت بيها تطلع في نقطه تمام ودي وعوضت بيها تطلع في نقطه تمام الشويه دول يبلوا لي المستوى ده بالكامل. ايوه يا باشمهندس اقول لك على حاجه لو انت انا هاخد الخط الراسي ده هو فرض عليه اكس بيساوي كام؟ زيرو. يبقى الدبليو اللي هتطلع ليها بيساوي ايه استاذ مقياسها ايه؟ واحد يقص زيرو والزاويه بتاعتها واي من كام لكام؟ برافو عليك بقى كسبت الدايره. يعني الخط ده اهو
نصور هنا. طب الخط ده لو مشي شويه كده ايه اللي يحصل؟ الدايره تكبر، لان الاكس هتكبر واليوس اكس تكبر. يبقى كل ما الخط ده مشي كده كل ما الدايره دي كبرت كبرت كبرت. لما الخط ده يوصل للمرة النهايه الدايره تروح لفين؟ للمرة النهايه. ولما الخط ده يتحرك كده الاكس ايه؟ تصغر مش كده؟ يبقى اليوس اكس ايه؟ تصغر. يبقى مقاس اليوس زد اللي هي مقاس دبليو يصغر مش كده؟ يبقى الدايره ايه؟ بس خضراها اصغر 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 لحد ما ده يروح عند الناقص في النهايه. الدايره ايه؟ الكام في عرضها تبقى كام؟ واضح هي دي. بس ده كونفورم المبنى اللي انا بقول ده كونفورم المبنى. فبلاش خلينا اهي بس على الاقل انت فهمت حاجه. ها طيب المنطقه تروح هنا كلها. عاوز تعرف منين؟ خد الخط الصغير ده اللي هو من ناقص باي لباي، حركه شمال ويمين دايره هتمسح وهي ماشيه، تمسح 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 لحد فين؟ للمرة النهائي. وترجع الناحيه الثانيه تمسح الحته اللي جوه لحد ما توصل لفين؟ للصفر. يبقى الحته دي الستريت دي اللي احنا عملناها فاندمنتال املال الدبليو بليم بالكامل. صح؟ مش تصدقني عوض بقى بالنقط بقى وظبط نفسك كده في الاثبات. دايره الخط راح للدايره ودي نمشي. جميل. مثال علشان خلص الدنيا. الامثله بتاعتها جميله قوي وسهله قوي. حل معادله. ودي الطرف فيه زد وطرف ما فيش زد ولا كانت الزد. على سبيل المثال لو قال لك سولف حل يوس زد بيساوي 1 زائد جذر 3 ار. حل المثال. طب انا هكتب فيها ازاي؟ يوس زد عباره عن يوس اكس يوس اي واي. خلاص كده خلاص عرفت اجمع نص الصفر نفسه. جميل. يساوي لو انا حطيت ده في الصوره الاولى يبقى يوس اكس بيساوي المقياس والواي بيساوي ايه؟ الزاويه. او انا بحلها ازاي؟ ارفع المستوى المركب. يا ترى النقطه دي فين؟ اكس بواحد واي بكام؟ جذر ثلاثة. يعني انا همشي هنا كده واحد وامشي هنا جذر ثلاثة او اوصل للنقطه واحد زائد اي جذر ثلاثة. اللي هي الزد بتاعتي واللي انت عايزه. طب يا ترى الار بتاعتها بكام؟ جذر تربيع زائد تربيع زائد تربيع بيطلع كام؟ 2. والارجمنت الايه كابتن كام؟ بقى 3 بقى 3 دي كده بقى على ده. يبقى انا لو حطيت العدد ده في الصوره البولر يطلع 2 اي اس اي. طيب بس زائد على ده. هنا بقى محتاج الار بي اسمه عشان كده ايه كل القيم انا بحل معادله كل النقط اللي تنفع حل المعادله دي احطها. يبقى هنا ها واي على 3 زائد 2 كي باي والكي بتساوي 0 زائد او ناقص 1 زائد او ناقص 2 هيك. وبالتالي يبقى الاي اس اكس هتساوي 2. طيب والواي هتساوي ايه؟ بقى 3 زائد الباقي. يبقى واي على 3 زائد 2 كي باي. شكرين. تبقى الزد اللي انت عايزها في حل المساله دي المجهول بتاعك يوصل زد عاوزك تحل انا اجيب زد. الاكس بتاعتها بتساوي ايه؟ 2 لين 2 الكلام القديم لين 2 لين ريال كل حاجه زد. يبقى لين 2 زائد الحته بتاعت اكس زائد اي في الواي يبقى زائد اي في باي على 3 زائد 2 كي باي ومشكلين وحط لهم كي بتساوي الكلام ده. حلت المساله. يبقى انا كل الحكايه انا عندي ايه يوصل زد وعندي طرف يمين عباره عن مركب. حطه في الصوره البولر يبقى ار بيساوي ار وسيتا بيساوي سيتا. وطلع منها الاكس وطلع منها الواي وطلع العزم. ده المطلوب مني او المطلوب مني. بس خد بالك كده المساله سهله تافهه لكن انا عايز اعرف ايه؟ انا عايز اعرف خواص الاي والس زد عشان لما اشتغل بيها بعدين ابقى عارف ده الانتاير تريحني في الشغل ظبط زي ما اي اسئله في الداله اي اس زد؟ اي اسئله؟ تمام؟ تمام. عاوزين بقى نشوف الداله العكسيه بتاعتها اللي هي مين؟ لين زد. وايه حكايتها؟ هي برضه سنجل بانل زي دي وهي انتاير زي دي وهي ما اعرفش ايه زي دي واللين اكس 1 زي لين اكس 1 اكس 2 زي زمان. هل بتساوي القوانين دي تمشي ولا في جديد؟ نشوف الداله دي
وزي ما شايف ده بتاع الانتر فانكشن بمنتهى البساطه، بس هو تقدير شابتر 1 و2. وانت ما تقلقش يعني لو انت عديت كده على الكلام، انا خدت زيك من جديد اعمل ايه هنا، ولو خدت الضغط بعمل ايه هنا، يعني كلام اللي هو مقصد الكلام اللي فات وكانه مراجعه يعني، ما هوش حاجه تقيل. الكلام بقى يعني في شويه جديد بقى الجزء اللي بعد كده، سواء التكامل او السينس او كده، وانا سابق فيه اللي احنا بنقوله هنا بالظبط. بما ان دي داله انتاير يبقى هنعمل فيها كذا، انها داله تحليليه يبقى هنعمل فيها كذا كده. طيب هنتكلم عن الكومبلكس لوجاريتمك فانكشن، هي داله الليمس الكومبلكس. داله ثانيه المفروض بيها لما زد دي بتعرفوها ازاي؟ قال كده، وزي ما قلنا ديفينيشن نستخدمه على طول، لما زد هيساوي لما مقياس زد دي من بتاع زمان، دي الكومبلكس بس دي بتاع زمان الحقيقي، يعني لما دي ده معانا الحقيقي، يبقى هي دي اللي نعرفها زمان. لكن قدام معايا الكومبلكس اللي مش بتاع زمان بتاع النهارده، زائد اي في الارجيومنت بتاع الزد بالاسم عشان يكون الخير تمام. اول انها بتساوي لم ار، ما هو ار مقياس زد، زائد اي سيتا، يعني يا سيدي الارجيومنت دي كابيتال ولا سمول، هي بقى لما بتحطها هنا توصل للبولر كوردينيتس، عشان لو عايز تستخدم شورت بوش ليمن في البولر، عاوز تشتغل شورت، وانت عارف كويس قوي لو انا بعرف بحطها بالاي سمول، في حالات خاصه دلوقتي هنشوفها بحطها بالاي كاب، هنقولها دي ام دبليو كم؟ ده التعريف. اه طب هم جابوه منين؟ والله الناس قالوا طب مش انت بتقول انه في بعض الناس بيعتبروا اللينز في عكس ليوس ليفت؟ اه قالوا خلاص هنحط كده عشان نجيب المنطق بتاع التعريف، قالوا ده بتساوي لم زد. المفروض ان زد معروف وانت عاوز تجيب جد تساوي كام دي؟ قال خلاص ما نبدا الكلام بتاع زمان، مش الاي اس دبليو يبقى بتساوي زد لو الاثنين عكس بعض. اه طب انا عاوز اجيب الدبليو مجهول، اعمل زي المساله اللي فاتت بالظبط انا كنت بعمل فيه، مش دي اقدر احطها في الصوره. اه اي اس اي ها سي زيتا اه سوري ثلاثة اثنين لايف اه ثلاثة لا انا عايز التعليم ده مش عاوز اطلعه سريع. جميل قوي. طيب ما الدبليو دي لها جزء حي وجزء خليجي، لها يو في، يعني بالتعريف بتاع زمان دي اي اس يو في اي اس اي في، مش كده؟ يبقى الاي اس يو هتساوي مين؟ الار. يبقى الاي اس يو هتساوي الار، ومن هنا اليو هتساوي لن ار كويس، والاي في بتساوي الار بتاع الزد بالفار، يبقى الفي بتساوي ار من زد. ويبقى دبليو اللي انت عايزها هنا اللي هي عباره عن يوزر اي في تبقى لين ار زائد اي في الار من فضل. دي هي يعني، بس لكن هي مبرر بس عملوها ليه عشان الدنيا ما تلخبطش بعد كده. اه والله انا نسيت، انا كنت عاوز ازمه ما اعرفش ايه، تعالى نشوفها هيساويها ولا لا، طلع ما تساويهاش نهد شغلنا تاني. لا هم عاملين حسابهم من بدري وظبطوها علشان تمشي مع الكلام ده. ده مجرد بتاع لكن هو كده. اه لما استخدم ده، وده مش مطلوب منك غير بس ايه، تظبط نفسك كده وتشوف الدنيا ماشيه ومفيش عندنا معارض. ايه الخواص بقى؟ اول مجموعه من الخواص، هل في نقط خاصه تديني حاجه كده؟ انا عاوز اشوف اللين القديمه بتاع الريال تيجي امتى؟ وهل نقط خاصه نعرف نتصرف فيها وبتاع حاجه زي كده؟ قال لك ماشي. خد كده، لو الار بيساوي 1 يا ترى لين زد بكام؟
بتساوي واحد. يبقى ننزل بتساوي قيسي سواء من السمول اللي انت ما بتفرقش معانا. هو قصده هنا ايه؟ تبقى بيور ماجن ما فيهاش فيها خالص. امتى؟ لما ار بتساوي واحد، يعني لما كاسي بيساوي واحد، يعني عداله الوحده ها في الكومبلكس بلين زد، ها ده زد بيساوي واحد. يبقى انا بتكلم على الدايره نصف واحد ومكان الفاصل فين في الزد؟ على الداله دي كلها، الداله دي في المجن. طيب ولو افترضت ان سيتا تساوي زيرو كده بالايه كده اسمه ما يهمنيش، بس انا عايز اوصل لحاجه ثانيه. يبقى لن زد هتساوي ايه؟ لن ها كده اللي هي بتاعت مين؟ بتاع الزمان الارض ليه؟ ها؟ يبقى لو انا عاوز اجيب اللي هي الفاليو من الكومبلكس فاليو احط مين؟ سيتا بزيرو. سيتا بزيرو دي معناها ايه؟ ها؟ وزن الموجب بالمحور اكس. ده ليه قيم ثانيه، احنا ما نفصلش في حته ان قيم ثانيه وثالثه، بس لو الحته دي بتساوي زيرو ها؟ يطلع الباقي على طول لين ار، وتبقى دي تنطبق، دي تنطبق على دي اللي هي بتاعت زمان. طب وهو لو كده اللين زيرو زمان ليه؟ معرف؟ لا، المفروض تحط لنا الكلام ده هنا. ايوه فعلا كده، هنا تحط لك ايه؟ نقطة الزد اكبر من زيرو عشان تبقى التعريف كامل. ها النقطة دي مالكش دعوة بيها، ليه؟ لأن لو حطيتها أرجع للنقطة بتاعت زمان اللي هي الدنيا ما فيش معاها. ماشي حال؟ طب هو عاوز يديك اشاره ان ما عادش اللين بتاعتنا تقف قدامها حاجه. زمان لما كنت تقول اللين ناقص واحد مش معروف، مش عندها ما هنا بقول لك ايه؟ لو زد بيساوي ناقص واحد، يا ترى مقياس زد ايه؟ واحد. لما احط نطلع كام؟ زيرو. مش كده؟ يبقى على طول لما زد في الحاله دي بتساوي اي سي. وبرضه هنسيبها كده مهمه، يعني اقول لك الله ده احنا عندنا قيمه. يعني الناقص واحد اللي كانت بتخوفهم زمان، غير ناقص واحد عادي بتخوف النهارده، لها قيمه تطلع تخيلش، لكن هي اي سي. سواء انا مستخدم كذا او كذا مش عارف. لا بقى نيجي الكلام المهم شويه. هي الداله اللي عندك دي لو مشينا ترتيب شطر واحد معلش، وبعدين مره شطر اثنين. برضه في حاجات تربط بعض كده وبتاع كلام زمان. يا ترى لن زد واحد زد اثنين يساوي لن زد واحد زائد لن زد اثنين؟ صح. وبرضه بالنسبه زي المره اللي فاتت لو سمحت لي التعريف. طب يا ترى لن زد واحد على زد اثنين يساوي لن زد واحد ناقص لن زد اثنين؟ طيب ويا ترى لو حطيت لن زد كل كونجيجيت بيساوي لن زد كونجيجيت؟ والله كويس الدنيا ماشيه ومفيش فيها مشاكل ومش حاسين ان في حاجه غريبه، لا في حاجه غريبه. تيجي تشطر اثنين بقى. ايه ده اللي سن الفاليو؟ لا بدليل ايه؟ هي الارجمنت اصلا بتاع الزد مش سن الفاليو. وتفرق في التعريف تبقى الداله ليه زد مش سنجل فاليو مالتي فاليو فانكشن، ودي مشكله. يبقى اول حاجه ان اللين زد مالتي فاليو، هنا بقى الحته بتاعت دي تباخد مين فيهم وحاجه زي كده. ريحوا يا جماعه، احنا هنتكلم على حاجه اسمها البرنسبل فاليو، بنقولها في الخيال او ممكن نسمي البرنسبل فاليو بتاعت الايه؟ الداله دي او البرنسبل فانكشن. ماشي. قال لو هناخد من اللين زد قيمه واحده ونسميها بالال كابتر زي ما كنا بنسمي الارجمنت بالايه كابتر تطلع ايه؟ قيمه واحده. طب الزاويه الارجمنت بتاع الزد بالايه كابتر من ناقص باي وباي هتعمل ايه هنا؟ هسميها الاول لن زد، هسميها كده واقول انها بتساوي لن ار زي زمان بس زائد اي ارجمنت زد بالايه كابتن.
بس كم قيمة؟ دلت بالـ small بعرف انها multi valid function دي single valid function وده الجماعة المهندسين بيستريحوا يشتغلوا بيها والسبب بتاعتها argument اللي هي كابتن وديها تمشي هو بقى وانت بتشتغل اثباتات بقى هي analytic ولا لا مش عارف ايه اخد دي لا طب اخد دي لا اخد طب سيدة مني عامة مش كده شغال انا بنفصل لما نحتاج عاوزين single valid ولا multi valid لكن دلوقتي بعد ولا سيدة وخلاص يا سيدي ممكن تمسك اثنين مع بعض ماشي حق؟ جميل طيب والله كويس احنا عاوزين بقى نشوف الدالتين دول عكس بعض ولا لا زي ما بيقولوا لنا ولا العمليه فيها الكلام انا اسالك سؤال التفاضل والتكامل عكس بعض ولا لا؟ عكس بعض؟ لا ايه الدليل؟ تعال نشوف انا اخد الداله ركز اكس تربيه ها؟ فاضلها تطلع ايه؟ ال اكس وكاملها تطلع؟ تسميها المعكوس ده المعكوس المعكوس يعني ها؟ 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 يطلع زي ما كان بالظبط ركز ركز يطلع زي ما كان بالظبط ما طلعش زي ما كان طب نرجع تاني اكس تربيع اكملها تطلع؟ اكس تكامل زائد سالب افضلها ده بقى اهو كده انا بعمل كده طول عمري سبحان الله النهارده ماشي بس انا اعمل بس يعني ما طلعش بقى السبب ده خليك جايبك كده وقت ما تحتاجه طلعه وقت ما تحتاجهوش حطه في جيبك يعني ونخلي التفاضل عكس التكامل عشان نستخدم في التكامل الجذري بتاع التفاضلات ونعيش الحياه بتاعتنا يعني كل ما كل حاجه بالتكامل نسبتها من جنين احنا ظبطناها بالتفاضل خلاص فنسيبها بالتفاضل بس امتى؟ لما تطنش دي خلي كده جدع وتمشي معانا وتقول ايوه هم عكس بعض يوم ايه الدنيا تمشي تبقى الدنيا سهله بس هم في الحقيقه اهم مش عكس بعض لكن ايوه بغض يقولوا كده بغض النظر عن السبب فهم عكس بعض ها؟ هم عندي هنا برضه نفس الكلام الليل والاي اس زد بغض النظر عن حاجه يطلعوا عكس بعض ماشي؟ تعال نشوف ايه الحاجة اللي بغض الطرف عنها هنا وتقع عكس بعض عشان اكمل شغلي. والكلام ده هو كلام ايه يعني فيه دقة شوية لأنه فيه مشكلة. بعض المؤلفين في الكتب بياخدوا اللين الإن سمول هي المعكوس بتاع الإيوس زيرو. وخلص شغل. والبعض التاني يقول لك لا ما هماش عكس بعض زي الحالة اللي احنا شرحناها بتاعت تطور التكامل دي. هناخد اللين بالإن كابتل واعتبرها المعكوس بتاع الإيوس زيرو واشتغل بيه. وعلى فكره دول بيسيبوا على دول حاجات دول بيسيبوا على دول حاجات في بعض المسائل ما بتطلعش العمليه بالبساطه اللي انا بقول عليها. فالاثنين بقى ماشيين. قال لك اقعد ابدا اساس اللعبه وشوف انت بتعمل ايه فانت عارف انت بتعمل زي التفاضل والتكامل ما انت بتفاضل وتكامل ها؟ وفي ناس بيقولوا معكوس وفي ناس بيقولوا مش معكوس وبتكمل شغلك اهي زي دي بالظبط. فالمهندس يبقى عنده ايه حته كده لازم ياخد باله منها. بيقف في حته ثابته. مش عارفين يعملوا حاجه فهنا بيقول لك خد بالك انك ممكن يقابلك الحكايه دي. فإذا كنت بتعتبر الاتجاه ده أنت واخد بالك، أو الاتجاه ده واخد بالك، فالحتة دي موجودة وموجودة في العلوم وفي كل حاجة عشان يبقى فاهم يعني إحنا مش عندنا العملية حاجة جسئة يعني لا، في شوية كده تفاوت زي ما شفنا يا ترى إيه قص لن زد؟ ثابت على طول ماشي زد بيقول كده والله ما هيجي لي بس هو كده ماشي هو كده لأنها ده وحدة فيه خلاص. طيب لن اي اس زد لا دي مش داله واحده بقيمه. هتساوي زد زائد اي في 2 كي بار. هو لن لازم نضيف لها للزاويه اي في 2 كي بار مش كده؟ بالتعريف. هي الحته دي اللي ما بتخليش اوضح اصولها مش بتخليش الدنيا ماشيه زي حكايه التفاضل والتكامل دي متناظره السابق في التفاضل والتكامل. فالناس يقول لك ايه؟ طنش دي ونخلي الاثنين عكس بعض. خلاص يعني ماشي وهنستخدمهم في الداله اللي لسه دلوقتي اللي هي الجنرال اكسبورنشال فانكشن هنستخدم الحكايه دي. وناس قالوا لا ده اللين في ال كابتل اعمل بقى اللعبه اللي تمشي. طب ما هو في ال كابتل لو كانت الزد اللي داخله الارجيو بتاعتها مش في الرينج بتاعي. ما انا طلعها في الرينج الثاني اللي هو من ناقص باي لبار. وما بقاش الزد اللي طالعه هي الزد اللي داخله.
دخلت بزيت زودها كبيره قوي وطبقت عليها الكلام ده هو انا هيطلع لك هنا ايه ها الارجمنت بالايه كابتن برضه مش عارف الايه اللي كابتن وبالتالي برضه ما طلعش الزيت اللي انت داخل بيها طلعت زيت ثانيه وبالتالي بقى الحتتين فيهم ايه فيهم مشاكل لكن احنا ايوه نعرف كده اه بغض النظر عن الاثنين باي باي فننزل بنقل كابتن بنقل سمول الاثنين عكس بعض هنستخدم دي بحته وبحته وهقول لك هنا استخدم الاثنين كابتن ليه وهنا استخدم الاثنين سمول ليه وفي بعض الناس بيعملوا بقى شغل اضافي عشان يقول لك دي فعلا بنقل سمول عكس اللين عكس الدي اس دي والكلام ده بقى صح بس شغل عالي علينا ما اعرفش احنا هنشتغله بيعملوا بقى بلاشز وريمان سيرفس والكلام ده هو عالي قوي علينا فاحنا خلينا في الكلام البسيط هما عكس بعض وهنعرف الحتتين اللي عايزين فيهم اللين بالليل سمول واللي عايزين فيهم الليل بالليل كابتن ونكمل شغلنا وخلاص واضح عشان ما نتوهش بس ده اللي بيتعمل حاجه خالص في الحته دي استخدمهم من غير ما يقول هقول لك استخدم دي فين ودي فين واضح يا شباب ها دي زي النظام ثلاث مثال تفاضل مش هتبقاش غريب عليك تشتغل دي واحنا بنشتغل الحكايه دي زي التفاضل المصري دي بقى بتنفعنا في ايه؟ في الاخر السؤال الاول هي اللمنة زد بالال سمول انتاير ولا لا؟ اكيد لا لان انا اصلا شايل من الاصل بالتعريف مرخيه زد اكبر من الزيرو يبقى اكيد مش انتاير من غير ما طب هي اناليتيك ولا لا؟ اناليتيك طب فين؟ قالوا شوف هاخد الداله لمنة زد بالال كابتن واحاول اجيب لها المشتقه خلاص استنى الاول مش ده عندك المستوى زد قال له اه ده المستوى زد يا الارجمنت ايه كابتن اخبارها ايه؟ قال والله تبدا من هنا من بعد من بعد محور اكس السالب تبقى قيمتها جنب الناقص باي على ما بتوصلش الناقص باي تبدا تزيد لحد ما توصل هنا اذا كان وتيجي تعدي نحو الاكس السالب يبقى قيمتها كام تاني؟ سالب باي كده يبقى انفصلت ولا لا؟ كانت زائد باي وبس مجرد ما عدت محور بقت ناقص باي يبقى ده نقطة انفصال بالنسبة لها يبقى الارجمنت بالاي كابتن منفصلة هنا وده عيب انها دالة منفصلة لان لكن الارجمنت اسمه بيقول لك لا دي دالة متصلة بعمل كده مستويات فوق بعض واطلع من مستوى على الثاني على الثالث كده لولب كده وتاني ماشي المر معايا فهي ده المتصل فدي ميزتها اللي هي عاليه علينا وما بندرسهاش لكن دي فيها مشكله الارم في ايه كابتن غير متصله على محور اكس السالب بتعدي من زائد باي لناقص باي عشان كده قالوا خلاص ماشي الداله دي بقى اللي انت هتستخدم فيها الارم في ايه كابتن مش هتبقى متصله عند نقطه الاصل ولا على محور زد الايه على محور اكس الايه السالب تمام وبالتالي قال لك تفاضل الداله ده هينفع واحد على زد زي اللي زد التدريب اكس بتاع زمان بس فين؟ ها؟ مقياس زد اكبر من الزيرو والارجمنت. كده بقول لك السيتا بتنقذك. السيتا اكبر من ناقص باي واقل من ناقص. انا هقول اخلي ارجمنت بالايه كابتن بالنقطه دي تطلع فيها زيرو وهنا كام؟ باي على اثنين ها ازود باي لحد ما اوصل لهنا للنقطة اللي على الخط تطلع كام؟ باي طب النقطه اللي تحتها على طول تقدر تقول باي وحته لا لازم ترجع تاني للسالب باي مش كده؟ اه هيدي نقطه في الصف اول ما عدى الخط ما كملش انا ما زودش على الباي لازم انزل تاني للناقص باي عشان اكمل انت عارف الانفصال مش الداله المنفصله معناها ايه؟ معناها ان انا بمشي كده وارجع احط قيم تاني ايه عدد الانفصال؟ كانت قيمه ومجرد ما ها زحزحت على النقطه خدت قيمه تانيه معقوله كده؟ فالداله ارجمنت ايه كابتن منفصل على محور اكس السالب وبالتالي الداله دي بيساوي التفاضل ده في المنطقه دي ده لقطه الاصل ومش على محور اكس السالب طب اثبتها ازاي؟ ما خلاص ما هو اللين زد يساوي لين ار
زائد اي سي خلاص بقى اليو بيساوي الان ار والبي بيساوي سيتا واطبق كوش ريمان في الغوره ها واخلص الاقيها في المنطقه دي قبل التفاضل تمام ما عنديش فيها مشكله ده بيساوي ده وده بيساوي سالب ده واجيب الاف داش اللي بيساوي واحد على زد زي ما اتفقنا كل حاجه تمام ماشي يعني ما فيهاش صعوبه هي الصعوبه الساعده بتاع تفسيرها اللي انا اتكلمت فيه باستفاضه هو ده طيب الجماعه بقى بتوع اللينزد اللي شغالين على طول وبقول لك داش يقول لك عامل واحد على زد وفين في كل حته ما عدا عطله الاصل والدنيا تمشي ما عندناش مشاكل اه دول ما عندهمش مشاكل تمام ليه لانه بيعتبر الارجمنت والاس مول داله منفصله فما عندوش مشكله على محور الاكس الثاني عندي مشكلته فين بس قال لي عند الجروب الاصل بس ماشي الحال فاحنا بقى خلاص يا سيدي والله متشكلين سواء كده او كده لما كلنا على التفاضل دي زد بالال كابيتال بالال سمول هندلك واحد على زد ويعني محور اكس الثالث ده ما علينا منه لكن اذا زنقتنا يعني هنقول لك الارجمنت الاي كابيتال مش متصل على المحور ده والتاني الليمب الاي كابيتال مش قابل للتفاضل لكن الليمب الاي سمول قابل للتفاضل على المحور ده والدنيا ماشيه ده اخر الكلام ماشي حل طيب الداله دي بقى اناليتكس زي ما اتفقنا وخلصنا من المشكله بتاعتها بتاع مارك الفاليد والسنجل فاليد والكلام ده طيب يعني المسائل بقى بتاعتها دي ازاي؟ ده النظر بتاع اللينا زي كده خلص تعريف وشويه خواص قديم معانا بتاع زي واحد زي اثنين وهكذا وبناء ليت الفانكشن اللي مشاكل على نقطه الاصل والخلاف والكلام ده بس نشوف المسائل بس ادينا ازاي؟ متصله بمعنى ايه؟ يقول لك انا بقى ما عنديش فلول لما اجي امشي حوالين نقطه الاصل بمعنى ده شويه ابدا هنا في الارجمنت اخذ القيمه زيرو مثلا يعني همشي كده واجي كده بقيت 2 بار ايه المانع ازود الارجمنت بتاع جوك بزود 2 بار شويه واكمل كل ما الف لفه جديده ازود لحد ما لا نهايه وارجع الناحيه الثانيه لحد ما اكمل لا نهايه هي انفصلت فين بقى؟ ما انفصلتش فتبقى ده اللي متصل بس عامل انت عديت على المسار بتاعك مره ثانيه وثالثه قال لك لا 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 ده انا عامل بقى ايه؟ شيت عامل زي البريمه كده ها زي البريمه انا ماشي عليه بس هو الويدث السرك بتاعه زيرو انا مش عارف مستواه فمستوى فوق مستوى فوق مستوى كلهم سبكون زيرو يبقى المستويات كلهم سبكون زيرو اكن انا بقى ايه خيال شويه وعشت بقى دوري وقلت انا ماشي على ايه على البريمه دي فانا عمري ما مشيت في الطريق بتاع المره اللي فاتت ما عديت على النقطه فوقها يعني ما عدتش على المسار بتاع المره اللي فاتت وعشان كده انا عمال ايه ازود في الارض في ايه سمول اه خيال لا خيال ما هو مش معنى القول ده ما تتخيلوش عشان معنى الشرع يقولوا بس قول ده لو عملنا لنا شويه برضه اه يعني شوف بنمشي وبتاع والداله متصله فيه بس يعني مصنعه شويه ودي على فكره مشهوره في الكومبلكس اسمها ريمان سيرفس ولها تطبيق في الحياه العمليه كتير قوي على فكره وشغل جد يعني ماجستير ودكتوراه والدنيا ماشيه خلاص خليهم شغل شغلهم واحنا خلينا كليه في الحته بتاعتنا بيقول لك ايه اعملها كذا واعملها كذا وخلاص عشان ما تطولش على نفسنا. ماشي حاجه في 50 وانا من فكره اتكلم شويه على الايه يعني الاختبار ده مش عن الامتحان الام بي سي كيو احنا ادينا فرصه عشان التغيير اللي حصل كده خلاص هو بس ايه ده؟ اللي حصل ده الامتحان يبقى الاثنين اللي بعد اللي جاي. لما الفرصه المواعيد ياخدوا راحتهم وانت تكون خدت عشرين وكده وبرضه نهايه الشطر اللي فات كان شطر اللي فات نعم لا الاثنين اللي جاي ده هو بكره يعني لا الاثنين اللي بعد الاسبوع الجاي اه التعريف بتاعك الاسبوع الجاي الامتحان ام سي كيو 10 اسئله تمام طبعا خد بالك من الاشارات انا قادر معاك والله في الاشارات لانه الاختيارات بينهم بعض اشاره يعني يقول لك مثلا كده بس المهم بقى في الامتحان يقول لك ايه؟ اختار افضل اجابه. اه ما هو مش هنضحك على بعض. ايوه يقول لك المعادله اكس تربيع ناقص 25 بيساوي زيرو اختار الاول اكس بيساوي ناقص 5 والاختيار الثاني اكس بيساوي زائد 5 والاختيار الثالث اكس بيساوي زائد او ناقص 5 واختار الرابع واختار الرابع ولا واحده من دول. فلو اخترت غير الثالث يبقى اختار غلط، يبقى اختار حاجه واحده. تمام؟ فده خد بالك بقى من الحته دي. ان هو يقول لك ايه؟ اختار افضل اجابه. دي واحده تاخد بالك منها، الحاجه الثانيه
الامتحان طبعا نماذج والدنيا متغيره، ونصيحتي كده بقى هتضر نفسك لو بصيت اللي جنبك نفس الداله ونفس الشكل بس ولا فيها لعبه صغيره. ما تلتحق بالاجابه الاجابه او مش موجوده او موجوده او حاجه زي كده، خليك في حالك ومالكش ايه دعوه. وعلى فكره طبعا فيها رجاله في الام سي كيو عشان بيبقى فيه الولد الاسماء وقصه كده وبتاع، ويعني المعيد او الملاحظه اللي يجي لك اسمع كلام اي شكوى انا بعاقب الطالب على طول، لان بعثر المعيد عارف ان هو قاعد وسط الدرج عاوز لازم كل طالب يقعد في مكانه ويديله ورقه وحاجه زي كده، فهو مش ناقص يعني. يقول لك شمال حاضر، يمين حاضر، انا لما كنت بعمل كده. راجل بنظم الكلام عشان ياخد ورقه كتير. اي شكوى بتديله المعيد بتعرف ان الطالب غلطان، لان المعيد تحت ضغط. خد بالك من الحكايه دي. طبعا بقى احنا بغينا عن انه هتروح امتى وهستناك بره والحاجات دي ممنوع في الامتحانات يا شباب، الشغل بتاعك ده ما ينفعش. واحد بيحمل ورقه استجابه وحاطط الساعه عليها، كل اسبوعين كل شويه يبص يشوف فيها فاضل قد ايه. واخد بالك؟ ما ده انا شفتها اصلا. حاطط حل في ورقه بحط جنب وحاط عليها الساعه، وزميله كل شويه غيب والله الوقت بس انا بطلع عشان الوقت ما يسرقنيش. طب اطلع انت هو بقى الوقت ما يسرقوش بره. حاجه صغيره في اللي يظبطها. ماشي الحال؟ ها؟ اهم 10 اسئله. انا بدخل اثبات بطريقتي. انا كنت اول معترضين على الام سي كيو ضده ومش عايزينه وحاجه زي كده. وقال لك ده اجباري بعد سنتين لازم كل ام سي كيو مش داعي. وانا قلت لا اخد خطوه بدل اجهز نفسي واولادها فيكم. وفرصة يعني انا يعني مثلا مش هنحس مع بعض النهارده احنا كويسه يعني لو في بنت برضه ولا حاجه نظبطها ونرفع كده يعني. فيعني بعد التجربه الاولى وعشان كده دخلت في مادة الامتحان وان شاء الله يبقى في امتحان جاي. سمعت امبارح من الكليه عامله اسبوع امتحانات برضه، فهيبقى في امتحان تاني ان شاء الله نعرف. بس خد بالك الدرجه بتاعتك دلوقتي احسن من الرجاله. لا لا دي الفصل ده بعدين نتفصل فيه عشان اقول لك درجه الاعلى خلاص يبقى ذاكر المره الجايه. فخلينا بقى بعدين ان شاء الله في الموضوع. لكن المهم عملت السنه اللي فاتت كده كويسه ما تقلقش. ان شاء الله. وكل سؤال مثلا لو 30 دقيقه يبقى كل سؤال 3 دقائق. ايوه صح انا اقعد 3 دقائق اريح بقى. لا ما تريحش حبيبي، هو معمول للوقت كله بنص ساعه. فالاسئله اللي هي دي على طول تخلصها ما تقعدش ساعتين يعني شطارين. واحد زي الاي وزي الاثنين زي اثنين اي بيساوي كام يعني تعمل ايه يعني؟ بس ده المهمه منتهى الأهمية. والشغل بتاعها تعمل زي ما الكتاب بيقول في دي بالذات الدالة دي زي الكتاب ما بيقول. يعني لو قلت اي تربيع شلتها وحطيت ناقص واحد تقوم طيب محدش هيشوف. لأن لو بقول لك اي تربيع ما تعملهاش كده، اعملها كده. الاي تربيع اتنين لين اه. لكن الناقص واحد لين ناقص واحد، ودي حاجة ودي حاجة. ها؟ فهي الداله دي خد بالك من الكلام. امتى الكلام ده يبقى تاخد بالك منه؟ هنقول لك. وامتى الكلام ده تخش بالك منه؟ هنقول لك. بس يعني احنا مش هنسيبك تايه تسخن. الداله اسمها الجنرال اكسبوننت. داله مهمه. داله شويه دوال تحتها. الداله الثالثه الجنرال اكسبوننت. زد بص الفا. ايه حكايه الالفا دي؟ الالفا ممكن تكون انتجر الحاله الاولى. الفا بتساوي ام انتجر. الحاله الثانيه الفا بتساوي واحد على ام وام انتجر والفا ثالثه
نمبر مثال حالات عامه. اذا كانت الام عدد صحيح او الاس يعني عدد صحيح عامل ايه، واذا كان الكسر عامل ايه، واذا كان كومبلكس نمبر عامل ده الدوار في بعض تحت الجنرال. الحالة الأولى حالة سهلة وبسيطة جميلة ولها تطبيقات في الهندسة. الحالة الأولى إذا كان ألفا عبارة عن تيتا اللي هو عبارة عن إم، بنعمل هذا الشكل، نقول دبليو بتساوي زد أس إم. جميل. والدبليو عبارة عن يو زائد أي في، ماشي. والآر اي أس أي سيتا أس إم زائد أس إم بيساوي آر أس إم اي أس أي إم سيتا، اللي هي بتساوي آر أس إم كوساين إم سيتا زائد أي آر أس إم ساين إم سيتا. ونجيب اليو والفي، وعاوزين نشوفها بقى تحليلية إمتى والتاب إمتى والقصة دي، نعمل كل حاجة. سؤال عادي الكلام بتاع زمان. ان دي بدالة دي امتى يا رب؟ عاملين اكبر من او يساوي؟ واحد. زيرو. ما هو واحد اصلا معانا، الواحد دي تفاضلات. لو الان اكبر من او يساوي زيرو تبقى انتهى فانكشن. طب لو الان سالبه ما هو برضه انتجر. تبقى اخبارها ايه؟ اناليتيك بس. مشاكلها فين؟ عن الزيروز. تمام؟ يبقى لو الان سالبه بتنزل الزيت في المقام وبقى عندي المشاكل عن الزيرو بس. لكن لو الان اكبر من او يساوي زيرو تبقى البدل اللي عندي انتهى فانكشن والدنيا معروفه وخلاصها معروفه والدنيا ماشيه. جميل. والداله دي لها كم قيمه؟ واحده بس. واحده بس زد اس ام سنجل فاليد فانكشن. الداله دي سنجل فاليد فانكشن. وعشان كده هتعوض فيها بالاي كابيتال بالاي سمول، لان في الاخر هتحولها لايه؟ لحاجه زي كده. تمام؟ هو المالتيبل فاليو بيجي فين؟ بيجي في الزيتا. ها؟ مضروب على 2 كي باي، لما اجيب السالب كوساين راحت 2 كي باي، فاهم؟ السالب الار بالاي كابيتال يمشي، بالاي سمول يمشي، بالزيتا يمشي، كله زي بعضه، لانه في النهايه بجيبها ها؟ يو زد اي في او اكس زد اي واي، وبالتالي هنا بتبقى قيمه واحده وهي واحده، داله واحده قيمه، ماشي متعدده القيمه والدنيا تمشي. طيب ما نعرف والله لو قلت لي اي عدد مركب اقول اس ان احوله لمولر فورم واعمل زي ما انت عملت كده وافك واخلص الدنيا اصح. طب ايه التطبيقات المهمه للداله دي في الهندسه؟ استخدمها في ايه؟ لها تطبيقين مهمين. التطبيق الاول لو قال لك فك عبر عنه ساين ان سيتا او ساين ان سيتا ان ترمز اوف ساين سيتا او ساين سيتا. حسنا ساين 5 سيتا اخبارها ايه بالساين والكوساين بتاعتها ازاي؟ 10 20 30 واحد. قالوا والله العمليه دي سهله قوي، دي الدايركت وسهله وبسيطه. طب بتعملوها ازاي؟ شوف رجع لفكره بسيطه. قال اي اس اي ان سي يساوي ايه؟ يساوي اصلا اي اس اي سيتا اس ان. كويس؟ طب دي ايه؟ كوساين ان سي زائد اي ساين ان سي. في الشمال؟ حلو. طب ودي عباره عن ايه؟ عباره عن كوساين سيتا زائد اي ساين سيتا اس ام. افك دي زي الحاجة اللي يطلع ركز هيساوي كوساين اس ان سيتا. اول حد كوساين اس ان سيتا زائد ان على مضروب واحد ايه؟ كوساين اس ان اس ان ناقص واحد سيتا ها؟ ساين سيتا اي ساين سيتا. كويس. الحد اللي بعده زائد ان ان ناقص واحد على مضروب اثنين كوساين اس ان ناقص اثنين سيتا اي ساين سيتا كل ده تربيع كده. الحد اللي بعده
زائد ان ان ناقص واحد زائد ان ناقص اثنين على مقابل ثلاثة كوساين ان ناقص ثلاثة سيتا اي كوساين سيتا لكل تكعيب وهكذا. حلو، بتلاحظ بقى وانا شغال في الترم ده هشوف اي زي ايه؟ زي الترم الاولاني ده، والترم ده لما اطبع البعيد تربيع بايه؟ سالب واحد تختار الاي، والترم الجاي بعد كده هقوم دول اجمعهم مع بعض هيساوي مين؟ هيساوي ان سيتا. وجماعة اللي فوق الاي اللي زي ده والتكعيب والنص خمسه والنص سبعه والناس جمعهم مع بعض هيساوي سالب ان سيتا. بس طب دي مفيده، تعالى نشوف كده ايه ممكن تكون فايدتها في الرقم اللي عندنا. هاخد ان بيساوي 2 واسيبك بقى كامل الباقي، غير واخد السهل واسيبك انت الايه؟ الصعب. ماشي، هاخد ان بيساوي 2 كويس، يبقى عندي ايه؟ كوساين 2 سي يساوي ايه؟ كوساين 2 سي يساوي الكوساين الحدود اللي ما فيهاش ار يبقى ايه؟ كوساين تربيع سي، قال لي ان يبقى اول حد هيظهر عندي كوساين تربيع سي. ماشي، ده هيبقى فيه ار بعدين، ده هيبقى ايه؟ ها ناقص ساين تربيع و2 ناقص 2 زيرو كده، و2 في 1 على مضروب 2 راح، يبقى سالب ساين تربيع سي. الحدود اللي بعد كده ركز كلها فيها ان ناقص 2 هتضيع، ها ده ان 2 لو حد هيبقى صفر، واللي بعده يبقى فيه ناقص 2 واللي بعده ناقص 2 هتخلص على كده. طب ما انا عارف ان كوساين 2 سي ده بيساوي كوساين تربيع ناقص ساين تربيع، هتضيع. امال فين المشكله؟ لو 5 و6 و10 و20 بقى هنا نبقى ايه؟ نقف ونشتغل، مش حق؟ طب اول مره كده عرفنا ساين 2 سي ده بتيجي من عندنا ازاي؟ ساين 2 سي بيساوي، انا عاوز اشوف اللي فيها اي، ها؟ لا في اي لا بيلزمنيش، ده لا 2 كوساين اس 1 سيتا في الاي ساين اس 1 سيتا في الاي مع الاي يبقى عباره عن 2 كوساين سيتا 6. بس بقى انت اتعلمت اللعبه دي ازاي؟ 3 سيتا و4 سيتا و5 سيتا و10 سيتا بنفس الطريقه دي، بنفس النظام، بنفس الرقم عندنا ازاي؟ كلهم زي بعض. جميل. طيب لو انا عاوز العكس، لو عندي كوساين اس 10 سيتا وعاوز اجيب ادله الكوساين سيتا وساين سيتا، بس كوساين ان سيتا وساين ان سيتا، معكوس العمليه، لانك بتلاحظ ها هنا المضرب موجود ايه؟ جنب السيتا، هنا ايه بقى؟ اس، شفت؟ يعني هنا بقى كوساين سيتا الكل تربيع، ساين سيتا الكل تربيع. والحكم اللي هيجي بعد هنا كله هيبقى كوساين سيتا وساين سيتا اس حاجه. يبقى انا حركت المعامل هنا لاسس، لو انا عاوز اعمل العكس ده عندي اسس وعاوز ايه؟ احولها للمعامل. اعملها ازاي بقى يا وليد؟ زي ما نشوف الحاله الجايه، ودي حاله بقى مهمه. في الكتاب سبق تقريبا دي في التمارين، لكن الحاله الثانيه اكسبانشن كوساين اس ان سيتا كوساين اس ان سيتا. طيب بنقول دي مهمه ليه وبنركز فيها ليه؟ علشان الحركه دي انا احتاجها دي بالذات، محتاجها قدام. هو بيعمل ايه؟ ليت زد يساوي يو اس اي سيتا واحط تحتها شويه خطوط. اللي هنكتبه ده ما ينفعش غير في الحاله دي. لو بقى هنا حاجه غير الواحد كل الكلام اللي بنقوله ده ايه؟ كلام مش مهم. دي حاله خاصه. لايه؟ لحاله ما زد بيساوي اس اي سي. لو فيه مقياس غير الواحد الكلام اللي قدام ما ينفعش. اذا هنحتاجها في اكثر من جزئيه في الجزء ده. جميل قوي. تخيل كده لو انا جمعت زد زائد واحد على زد، ايه اللي يطلع؟ عشان هنا واحد ركز، هتبقى بتساوي اي اس اي سيتا زائد اي اس ناقص اي سيتا. يعني بتساوي كوساين سيتا زائد اي ساين سيتا زائد كوساين سيتا ناقص اي ساين سيتا.
سيت يقوم يروحوا مع بعض يطلع 2 قصي سيت على دي لما كل ينفع بس غير كده ما ينفعش فينا اه وينفع واحد على اخر. طب يا ترى زد ناقص واحد على زد تساوي 2 اي ساين سي رايت. طب لو جربت شويه وقلت بقى زد اس ام زائد واحد على زد اس ام انت عرفت ال كوساين سي 2 برضه وكوساين سي ها 2 كوساين سي ليه يا عم؟ ما كل حاجه تبقى هنا هنا وهنا هنا تبقى هنا هنا وهنا هنا وهنا هنا وهنا هنا يروحوا مع بعض وزد اس ام ناقص واحد على زد اس ام يساوي 2 اي ساين ام سي. حلو؟ دي اول معلومه احنا عايزينها. دي المعلومه الثانيه؟ المعلومه الثانيه الاتي. قال لك دلوقتي انت لما تاخد اول ضرب زاد الحبين اكس زائد واي اس ان لما فكها لاي ان تديني كده شويه حدود ولهم معاملات اعرف ايه المعاملات ده مثلث باسكال خدتوها وسمعتها. قالوا دلوقتي لو الام خلاص ان بيساوي لو حطيت هنا اكس زائد واي اس 0 تطلع بكام؟ واحد. ان بيساوي 0 واحد. المعاملات اللي عندي بيطلع لها الافكار الثابته بتطلع لها ماليش دعوه بالكلام. طب لو حطيت ان بواحد دي اكس زائد واحد اكس زائد اس واحد اكس زائد واحد ايه المعاملات اللي طلعت؟ واحد اكس زائد واحد واحد. يبقى في حاله ان يساوي واحد واحد اكس زائد واحد واحد انا بوصل المعاملات بس. طب وفي حاله ان باثنين اخر لما احط هنا 2 يديني اكس تربيع زائد 2 اكس واي زائد واي تربيع 1 2 1 1 2 1 كويس كمان واحده كده. طب اخد ام بيساوي 3 1 3 3 1 تمام 1 3 3 1 انا شاطر في الحساب ومش عاوز اقعد على الوسط خلاص انا شاطر في الحساب ومش عاوز اقعد على الوسط. طب واذا كنت ضعيفه زي حالاتي لو هنا مثلا ان ب 20 اعمل ايه؟ اسهل حاجه اخد المعادلات وارصها على طول. طيب انا هرص ان بيساوي 4 اهو عشان اقول لك دي هتمشي ازاي. قال ولا حاجه. لاحظ ان كل الاعداد دي اولها واحد واخرها واي واحد منهم مجموع الاثنين اللي فوق. تمام؟ اثنين ثلاثه ثلاثه يعني اربعه يبقى واحد اربعه سته اربعه وتمشي كده على طول تمشي كده على طول. بالمعلومتين دول نقدر نعمل اللي احنا عايزينه. يعني ايه؟ هات الاول ماشي خلاص مشهور قوي بعض الناس اكيد يقدر يسيب القرارات دي وفي بعض الناس ما عرفوش هو ببساطه هو ما فيش كتير. طب عاوزين فيه ايه؟ قال لك خد كده ايه عينه عندنا كوساين اس 4 في اتجاهنا ده كوساين ثيتا كوساين ثيتا تمام؟ يا ترى كوساين اس 4 سي تساوي ايه؟ انا والله ممكن اجيب ده اهو واحط الطرفين اس 4 اللي عندي كوساين اس 4 يساوي زد زائد 1 على زد اس 4 مقسوم على 2 اس 4 كده يبقى كلامنا بيساوي 1 على 2 اس 4 في زد زائد 1 على زد اس 4 الكلام ده هيساوي 1 على 2 اس 4 خدها معايا كده على طول. اول معامل عندي واحد ودي حتى 4 اول معامل واحد في العدد الاول اس كام؟ 4 يبقى على طول عندنا في زد اس 4 كويس زائد المعامل الثاني اللي هو مين؟ 4 في ده اس 3 في ده يعني زد زكعي واحد على زد زد كام؟ تربيع زد 6 ده
تربية؟ فده تربية. يروح معه. جميل. زائد أربعة. إيه؟ واحد على زائد. واحد على زائد التربية. زائد واحد على زائد الصلاة. يطلع لك المنظر. جميل. طيب. هو معمل إيه؟ هل تتبقى؟ تبقى عملت هنا إيه؟ الأول رصيد المعاملات. واحد أربعة ستة أربعة واحد. نجيبهم منين منين؟ واحد أربعة ستة أربعة واحد. بس. ها. العدد الأول قص إن الأول حد. العدد الأول قص إن ناقص واحد في الثاني. والعدد الأول قص إن ناقص اثنين في الثاني تربيع. وده اللي مش لحد ما خلص. فأنا عندي أول واحد قص إن يبقى زائد قص أربعة. ده قص ثلاثة واحد على زد. يديني زد تربيع. ده قص اثنين واحد على زد تربيع. يديني مفيش حاجة. ها هو هتقدر تطلع على زد تربيع. اللعبة دي خلاصتها إنك بتلاحظ المعاملات سيمتريك. هما جمعهم على بعض. يعني الكلام ده يساوي واحد على اثنين قص أربعة في زد قص أربعة زائد واحد على زد قص أربعة. تمام؟ زد قص أربعة زائد واحد على زد قص أربعة. شكل ده. زائد الأربعة دي أهي على اثنين قص أربعة في زد تربيع زائد واحد على زد تربيع. زد تربيع زائد واحد على زد تربيع. زائد الستة اللي باقية على اثنين قص أربعة. ستة على اثنين قص أربعة. الكلام ده يساوي على طول. ركز. أنا أولاً دي واحد على اثنين قص أربعة. أنا محتاج منهم اثنين ومتحت هنا. عشان الشعر هنا. يبقى الكلام ده واحد على ثمانية. في مين بقى؟ زد قص أربعة. زائد واحد على زد قص أربعة على اثنين. زد قص أربعة. زائد واحد على زد قص أربعة على اثنين تطلع. زائد محتاج واحدة هنا خلاله فضل كام؟ زيرو ثلاثة ثمانية أربعة فوق يبقى نص. ده عامل زيد تربيع زائد واحد على زيد تربيع على اثنين. زيد تربيع زائد واحد على تربيع على اثنين يديني قصايم زائد اثنين أربعة كام؟ 16 باين؟ وبدأت على 8. أنا فكيت بقى إيه؟ كوساين أس 4 سيتا. ها؟ بقى كوساين 4 سيتا، كوساين 2 سيتا، نزلت من فوق فين؟ قدام السيتا. هل دي بقى كل الدوائر المثلثية؟ أعرف أقرأ معايا اللعبة دي؟ أه. وتدي لي بقى الدنيا ما احفظش الجدول بتاعي بتاع الدوال المثلثيه اجيب لو الفا والفا زائد بيتا وما اعرفش ايه واعمل ايه واعمل ايه. المفروض ان احنا داله زد اس الفا لسه ناقصين جزء فيها اللي هي لو الالفا كومبلكس نمبر ان شاء الله هنكمله في المحاضره الجايه.